الايه؟ الحقنه الشرجيه. بص يا سيدي، في عندنا حقنه شرجيه موجوده في الصيدليه جاهزه، خلاص اسمها كده انيماكس انيما، تجيبها وترجعها وتاخدها 5 دقايق بالظبط تخش الحمام. في حقن شرجيه ثانيه بنعملها بايه؟ بحاجه اسمها لاكتيلوز، ميه دافيه ولاكتيلوز، ساعات بيحطوا معاها نيومايسن، وخاصه الناس اللي عندها كبد، خلاص كوبايتين ميه سخنين او دافيين على قد ما استحملوا. في حقنه شرجيه اروع من كده بقى، تجيب 6 كوبايات ميه وثلاث معالق بن ساده، بتدفي الميه، خلاص 6 كوبايات ميه وثلاث معالق بن ساده، بتدوبهم في بعض، بتدي بقى الحقنه الشرجيه دي على 3 مراحل. المرحله الاولى بتغسل لك يا دوبك الريكتم كده والسنين كله يعني قولون بس. الحقنه الثانيه بتفضيها، تاخد كوبايتين هتغسل لك لغايه هنا. المره الثالثه بتفضي وترجع هتاخد 3 كوبايات تغسل لك القولون كله، يعني بتشتغل على 3 مرات. دي بقى بتنظف القولون نظافه ما حصلتش. وطبعا البن بيلحم اللي بره واللي جوه، زمان لما حد يتعور تحط له بن. اهو البن ده بيلحم جوه ويلحم بره. لا ده حقنه شرجيه، احنا بنصفي البن لما نشربه. ليه؟ علشان لما بينزل المعده وكذا بيعمل لنا مشكله. ليه؟ انما هو تحت بقى نازل عشان يسد الجروح بتاع القولون. خلاص؟ طيب خدنا امراض القولون المضاعفات بتاعتها. لو سبت القولون هوريك الفيلم دلوقتي يقلب كانسر على طول سرطان. ولما يقلب كانسر هتعمل له فتحه بقى جانبيه تتبرز منها اسمها كولوستومي، هوريها لك، ويقفل لك الشرج من تحت. نعم. احيانا خلي بالك الخيار بيخفف حضن احيانا، الخس احسن منه والعرسوس احسن منه، عرسوس سخن والرومان احسن منه. وانا شارح في كتابنا هوريكم دلوقتي روشتات غذائيه اللي هو المصور، شارح النباتات اللي بتعالج الحموضه والمعده. يعني لو ما خدتش من الكتاب غير الحموضه والمعده والقولون شكرا، ده غير المفاصل والكبد، شارحها لك بالصور هوريها لك دلوقتي. نظفت القولون ازاي؟ هتاخد من فوق ومن تحت. من فوق هتاخد مثلا ازازه بيكولاكس هتفضيها كلها على ربع كوبايه ميه تشربها، وبعدين مثلا فصين ربع معلقه راوند، معلقه بتاع ده مر بطارخ، اي حاجه من الحاجات اللي بتنظف القولون ده من فوق. يبقى انا نظفت من فوق. من تحت هتاخد حقنه شرجيه، يا اما الحقنه الجاهزه، يا اما الحقنه اللي عليها نيومايسن ولاكتيلوز، يا اما الحقنه اللي عليها ايه؟ بن. 3 معالق بن و6 كوبايات ميه ده. سهله؟ لا يا حبيبي، الجفاف دون لو في مرض، لو انا عندي مرض اريتيشن زي كوليرا او عندي حاجه وحشه ديزنتري ولا حاجه وعمال اخش الحمام واصفي ويطلع مع الغشاء المخاطي بتتصفى، انت كده جيلك جفاف. انما انت ما عندكش انفكشن، ما عندكش عدوى. خلي بالك انت بتغسل وبعد 5 دقايق الامتصاص والهضم شغالين. هو يعني ايه جفاف؟ جفاف يعني انا عندي اسهال وترجيع، واسهال مفيش حاجه بتستقر، وكاني ما باكلش. لو قعد الاسهال والترجيع ده يومين ثلاثه انشف. تعلق محاليل. انما انت خدت حاجه تعمل تليين، نزلت الحاجات اللي انا ما عنديش انفكشن، كل يا حبيبي. وضحت؟ ها؟ امراض القولون، طبعا في ناس بقى بتاخد مش عارف ايه كولونا وباسكوبان وانتوسيد وفلاجيل ومش عارف ايه، جميل، بس خلي بالك دي مرحله مؤقته، لكن هتعيش عليها بقيت عمرك. اوعى تنخدع بالدواء. واحد زميلنا كان دايما ياخد ليبروكس بيريحه قبل الاكل، قعد ياخده بتاع 10 سنين قلب كانسر، كانسر كولون والله. غير عندنا علاج القولون المتقرح زي ما بقول لحضراتكم كده، اللي بيعالج الحمض بتاع المعده يعالج مين؟ يعالج القولون، ماشي. وهوريكم اللوحه دلوقتي اللي هي فيها 10-12 حاجة، اللي هي هنحط لوحتين جنب بعض دلوقتي. ما الذي يدمر القولون والمعدة؟ وما الذي يعيد تكوين القولون والمعدة؟ القولون المتقرح اديله حقنة شرجية بالبن 3-4 ايام، ها، وبعد كده اعمل رسم او اعمل حقنة شرجية بالبريم، هتلاقي القولون لحم. القولون يجدد نفسه بنفسه بشرط اديله فرصة. بلاش مروحه وتكييف، بلاش حاجات ساعه، في ناس عندها عادات سيئه جدا. يعني عايز اقول لك والله العظيم انا بخش اعمل حمام دم وقيح و و و و انام كويس وادفي نفسي، ثاني يوم البراز طبيعي، كرونز ديزيز عندي، كتل 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 مورمات، يومين ثلاثه
خلص والاستريس والمصيبه اللي عند ربنا رفعها تلاقي ايه الموضوع راق، لسه المصيبه شغاله يبقى الالم شغال. وضحت؟ طيب ايه بقى البواسير والشرق الشرجي؟ خلي بالكم معايا، احنا قلنا الهضم له اربع محطات، الجهاز الهضمي اربع محطات. المحطه الاولى محطه المتعه، محطه المتعه دي فين؟ في الفم. والمفروض ان انا اتمهل زي ما بقول لكم كده، ان انا بشرب حاجه دافيه وطبق سلطه وباخد الطبق الرئيسي بتاعي خلاص اللي هو فيه حبه رز وخضار حته بروتين، وبعد الاكل فيه ايه؟ هاضم. الكلام ده ما يقلش عن ساعه 60 دقيقه. ساعه. طب في ناس بتعمل سباق في الاكل، ازلط ازلط، دول استغفر الله العظيم يعني متهيألي البهايم ما بيعملوش كده. فالذي يسرع في طعامه ألعم البهايم. خلاص؟ واحد مثلا تخش على محل كشري ولا حاجه تطلب حاجه وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، تلاقي يا جماعه والله بلع، وبعدين هات واحد ثاني والله بلع، وبعد اثنين ثلاثه ولا والله واحد مالوش نفس وهو عامل قد كده اهو مالوش نفس. طب ما تاكل المحل وتاكل اللي فيه احسن. فالناس اللي بتزلط دي مش طبيعيه. متعه الطعام كلها في الفم. اذا انت اسرعت وبلعت بسرعه انت ضيعت الدنيا. برافو عليك. الاكل السريع ما بتمضغش ده ما بيتهضمش، ما دام الطعام لم يمضغ فلن يهضم، وما دام لم يهضم لم يمتص، يبقى انت بتنزله زي ما هو. دي مشكله عند بعض الاطفال اللي اسنانها تعبانه، ومشكله كبيره عند كبار السن. عشان كده بنقول كبار السن اللي عندهم مشاكل في السنان بيديهم طعام الرضع مضروب في خلاط، حاجات زي المهلبيه كده، البروتين خفيف، بيضه خفيفه مهروسه، حاجات خفيفه كلها. انما تاكل حتت لحمه وحتت فول وحتت مش عارف ايه بتنزل زي ما هي، اوريها لك دلوقتي في الفيلم، تنزل زي ما هي. حضرتك خلي بالك، المتعه الاولى في المحطه الاولى في الهضم في الفم. امضغ جيدا، اوعى تبلع بسرعه، ولما تمضغ افتكرني امضغ تاني. يعني في ناس بتمضغ الطعام 15 مره. الحاجه الثانيه في المعده بقى، نزل على مهله في المعده، بينزل عليه الافرازات بتاع اللعاب وينزل عليه الافرازات بتاع براحته خالص. نزل في المعده واتهضم كويس قوي، هينزل على معاه بنفس الراحه والجمال. خلاص؟ بعد كده المحطه الاخيره، يبقى محطه الفم، محطه المعده، محطه الامعاء، واخر محطه الاخراج. اذا كان الهضم جيد والمضغ جيد والامتصاص جيد، الاخراج بسيط، هتخش تعمل اخراج وتخرج. لكن لو حضرتك بقى ما بتمضغش كويس ولا بتهضم، هتقعد في الحمام ساعه، ودي مصيبه. مصيبه انه يقعد بقى ويجيب بقى مجلات يقعد يقرا ومش عارف يشرب قهوه ويعمل سيجاره. ناس متخلفه عقليا. انت ما بتقعدش في الحمام اكتر من خمس دقائق، اكتر من كده تاخد ملين. والا هتحزق، هتنزل لك البواسير. وهتحزق اكتر، ممكن الشرايين اللي جوه يعني تتبوظ. بالحزق بيعمل فتاق. بيجي لي ناس من كتر الحزق يقول انا بعد ما بخرج من الحمام عايز انام، تعبت. طب ما تاخد ملين. ليه كده؟